آلاف الساعات من مشاهد القص والدمار والقتل متاحة أمام العالم على الإنترنت وعبر وسائل الإعلام منذ بداية الثورة السورية، صورها ناشطون وصحفيون على الأرض، ومنهم وعد الخطيب التي عاشت في حلب حتى لحظة الحصار الأخيرة وأنتجت تقارير تلفزيونية ونجحت اليوم في التأثير عميقا بعشرات آلاف المشاهدين حول العالم بفيلمها إلى السماء. أجل أن يعرف كل العالم ماذا حصل للسوريين، ما هو الإجرام الذي حصل. هذه قطعة من القانون، هذا برهان لأولادنا، لأحفادنا، برهان للعالم. وأنا متأكد أن كل الناس الأوروبيين الذين يسارون هذا الفيلم وأشياء من هذه الفيلم سيغيرون نظرهم على الثورة السورية. بعتقد الفيلم فعلا وصل الرسالة، لأنه هو عاش الحياة اليومية، صور تفاصيل الحياة اليومية لوعد. تروي وعد بصوتها الحكاية كاملة لابنتها الرضيعة سما، تشارك المشاهد بتفاصيل حياتها ومشاعرها تحت القصف والقتل اليومي، تحكي قصة الثورة والشغف بالحرية، الحصار والجوع ولون الدماء الذي يصبغ كل شيء، فجيعة الموت وبشاعة القتل، دموع المحاصرين وضحكاتهم ولحظات الحب وولادة الحياة والأمل. رأينا قسم من الحقيقة، قسم من الخوف، قسم من الرعب الذي كان يحدث في حلب وفي كل مدينة بسوريا، بكل مدينة كانت محاصرة وكل منطقة كانت محاصرة في سوريا، كان يحدث أكثر بكثير مما عكسه ومما صوره هذا الفيلم. وأنا متأكد أن السيدة وعد الخطيب لديها مناظر أكثر إيلاما وأكثر وحشية مما صورته من خلال هذا الفيلم. رغم حالة التبلد التي أصابت العالم حيال المأساة السورية، إلا أن وعد التي عايشت تفاصيلها ووثقتها بنفسها استطاعت تكثيف معاناة ملايين السوريين وملامسة أوجاعهم كبشر لا مجرد قائمة في أرقام الموت الروتينية. لأورينت نيوز، محمد الجزار، باريس.